اليوم هاد المواد اللي منها كمرشحين ديال اللائحة لانتخاب المديرين النادي الحسني الاتحاد الرياضي حسنيات أكادير، جات أولا لأن كانت دور المبرمجة باش نطرحوا البرنامج ديال اللائحة هذه لإنقاذ نادي حسنية وإخراجه من الأزق ديالو ووضعه في واحد السكة نحو واحد موقع جديد بحيث اللي غيبقى ينافس على المراتب الأولى ولكن بلا ما يكون عنده أزمات مالية ولا ما يكون عنده تضحية بالفئة الصغرى. مشروع مبني على إعادة نظر في الحكمة ديال النادي ووضع واحد المنظومة ديال التدبير جيدة ومبني بالدرجة الثانية كذلك على مشروع رياضي اللي كيستمر لسنوات وكيشمل جميع الفئات العمرية بما فيها الفئة النسوية وفي الأخير مبني على الوصول إلى واحد الصورة إيجابية للحسنية لدى جميع الشركاء ولدى الرأي العام ولدى المتتبعين الشأن الرياضي ديال الحسنية. وفي الأخير هادشي كله سينصب مرة أخرى كفائدة وكانخراطات وكدعم على الحسنية. هذا الجانب هذا ديال العرض كان مبرمج دونك درناه وجد كذلك في السياق ديالو المستجد الاخير اللي عشناه لانه نهار الخميس الاخير دفعنا واحد الطلب بواسطه المحامي وعون قضائي للجنه المؤقته باش تعطينا القانون الاساسي ديال الجمعيه لان ما عندناش النسخه الرسميه ديالو لان النسخه اللي كتداول هي نسخه غير قانونيه وتتعارض مع القانون الاساسي النموذجي اللي صدر في الجريده الرسميه في اطار ديال القانون 3097 ديال التربيه الوطنيه. وطلبنا كذلك اللائحه ديال المنخرطين لانه حنا عايشين في الحسنيه عارفين ما وقع فيها في السنوات الماضيه وما سيقع الا ما كاينش الضبط ديالو عمليه ديال الانزال وادخال اعضاء جدد او لا استماله اعضاء قدام اللي ما بقاوش يعني يؤدون الخراطات ديالهم لسنوات لتجنب هذه الفوضى هذه. طلبنا لائحه ديال المنخرطين وليس المصوتين، لائحه ديال المنخرطين والمصوتين غادي تحسن انطلاقا من لائحه المنخرطين على حسب الاداء ديال الخراطات او لا عدم الاداء ديال هذه الخراطات. للاسف الى حدود اليوم مازال ما تلقينا حتى شي جواب وهذا في حد ذاته استهتار من طرف هذه اللجنه هذه المنطقه لانها واجب عليها تجاوب على المراسلات ديال المرشحين سواء بالرفض او لا بالقبول بالايجاب ولا بالنفي. ما تلقينا حتى شي جواب وهذا تبين انعدام ديال المسؤوليه ديالها ويخفي ما اظهرته الايام من نوايا ديال عدم الشفافيه. وهذا الشيء تاكدوا الاستقالات اللي سمعناها في اليومين هذو ديال العديد من الاعضاء ديال هذه اللجنه المؤقته واللي عبروا عليها في رسائل ديالهم وبروها بغياب. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.